هذا الفيديو الأسبوع اللي فات أنا حكيت عن واحد اسمه رسول ناصب على عالم بايق دفاتر ومليارات، تمام؟ اعطوني الفيديو. جاب العباس، هاي مقولة المشهورة، عيد وجاب العباس. كنت أدور عليك بالسما لقيتك بالقاع. منو هذا؟ منو هذا؟ هذا رسول يونس عطية جبوري. حلو، أوقف لي هنا. هذا الفيديو اللي حكيت عنه، تمام، اللي هو واحد ناصب على عالم باسم رئيس الوزراء وباسم أبو زينب وباسم دكتور علي رزوقي، تمام، وحكيت بكل التفاصيل وقلت راح أقدم أدلة وبصمات عليه. انطوني الفيديو اللي وراه، تمام. حلو، هنا السوى هو، شايفين انت لما تبوك طلي وصاحب الطلي يجي يفوت من يمك يقول لك السلام عليكم، تقول له يا طلي، لك عم ده يقول لك السلام عليكم. المهم، فلما قلت اني عندي بصمات صوت وعندي تفاصيل عليك، نزل فيديو وقال هذا ذكاء اصطناعي، قحطان ما عنده بصمات صوت علي. بعدك وين سمعت البصمات؟ بعدك وين شفتهن؟ حتى ده تقول انت سالفتك نفس اللي بايق طلي. يا بس السلام عليكم، ايش بيك عمي يا طلي؟ اوقف عمي، غير اعرض البصمات بالاول، واني وعدتك الخميس، ليش سبقت وخليتني استعجل واجيبك قبل الخميس؟ مو انا وعدتك الخميس. حلو، المهم راح اشوفك هو ايش قال حتى انطيك دليل ودليل ملموس. اعطيني اياه. مرحبا، حاب اعرفكم عن نفسي. انا الدكتور رسول، صاحب شركه اجهزه طبيه. قبل اسبوع علي لي اربعه ايام تعرضت لهجمه اعلاميه شرسه من قبل اعلامي عدنان قحطان. قحطان عدنان، يلا اوكي. والسبب المجهول اللي عرضه حلقتين متكرره. حلو، ما نعرف رسول عطيه يونس الجبوري منه. حلو، اللي حاطين صورتي ويا رئيس الوزراء، وبنفس الوقت من قبل كلامه صح اللي يقول صار سنين او فتره انتظر لك صوره، واخيرا حصلت لك على صوره. صح، فحب اقول لكم فد شغله يعني تخص هذا الموضوع. انا راح اعرض لكم صور الحقيقيه اللي مفبركه. اول شغله صوره السيد رئيس الوزراء المحترم محمد الشياع السوداني، والصوره الثانيه بعد صوره السيد ابا زينب اللامي، وصوره السيد الدكتور علي رزوق اللامي. اللي هاي الشخصيات انا ما اعرفها. حلو، وقف وقف، قال ما اعرفها، حط خطين جوا ما اعرفها، يعني نكر ابو زينب ونكر دكتور علي رزوقي. كمل. سيد رئيس الوزراء المحترم في الاعلام فقط لا اكثر. الصوره مفبركه، وراح اترك لكم التعليق والتوضيح من قبل المشاهد، من قبل الشارع العراقي، من قبل القضاء العراقي. يا ترى هذه الصوره حقيقيه ام فوتوشوب؟ راح تشوفون الصوره الحقيقيه اللي انا ماخذها بمعرض اربيل الدولي، كانت بوقتها شركتي مشاركه بهذا المهرجان. والشيء الثاني، اسمي اللي هو غلط، المواليد اللي هي غلط. يا ريت نقدر نرجع للمواليد 2000، لان الحياه يراد لها ركض هوايه. الله حشاش. والشيء الاهم من هذا، وقف وقف وقف، اصبر. شوف، دا اعرض لك الفيديو مالتك كامل، ما قصيته، تمام، حتى من اقدم لك الادله حتى لا تطفر. كمل. ما نعرف احنا شنو سبب هذه الهجمه. انا راح اقول لك، ما حد يعرفها، فقط عدنان قحطان يقول عندي بصمات صوتيه، عندي تسجيلات. والله انا متشوق اكثر منك، انتظر هاي البصمات والتسجيلات الصوتيه. فاكيد البصمات اللي عندك هم من الذكاء الاصطناعي والصورة فوتوشوب. اقف اقف، هذا هسه صايرة مودة، يا اللي تحكي وياه يا اللي تفضحه يقول لك ذكاء اصطناعي. يا ذكاء اصطناعي، هذا غباء اصطناعي. لك حبيبي، هذا غباء اصطناعي، انا اجيب لك دليل. كمل. والبصمات تزوير، اوكي، والاسم غلط. حلو، واطلب من الاعلامي عدنان قحطان انه يتاكد من الشيء قبل نشره. حاضر. يعني اليوم انا اقدر اسوي صفحة وهمية على الفيسبوك، انستغرام او سناب شات او اي كان، وأدز معلومات أي شخص وأرتب له صورة فوتوشوب وأرتب له أي شيء كان آخر وأرسله. حاضر. هل من معقول قبل الإعلام ينشره
بدون أن يتأكد الصورة تابعة منه حقيقية أم مزيفة، البصمات الصوتية ذكاء اصطناعي. هسا هذا الفيديو مالك لو مزيف، هذا أنت دا تحكي لو مزيف، هذا هم ذكاء اصطناعي، هذا فيديو مالتك صورة وصوت بس حتى الناس تطابق صوتك ويا البصمات وتطابق الفيديو، لأنه أنا مو جايب لك بس مصمات، أنا جايب كل شيء بالدليل. كمل. أي أم ذكاء اصطناعي، هاي المعلومات جدا مهمة. حلو. يعني أنا لوتي قلق على صاحب الاسم اللي ذاكري، الله يكون شرح، الله يعلم إيش راح يصير بحاله. الله. ما نعرف إيش راح يصير بحاله من أوامر قبض من غيره من غيره. يعني شنو ذنبه؟ الله. أو شنو ذنبي أنا من حاطين صورتي والسيد رئيس الوزراء؟ طبعًا أتشرف إنه آخذ صورة. لا لا بس على كيفك على كيفك على كيفك. هواية ترى تلوقت الرئيس الوزراء ما لا راح يحترمك لأن أنت نصاب بايق باسمه. اصبر، هذاني البطناش هذا خلي مالك علاقة بي، تمام؟ عوفة. كمل. مشاع السوداني قائد الإعمار. الله. وتنشر لي له صورة، بس ما أحب إنه تنشر لي صورة متهم بالفساد والرشاوي. أنا صاحب شركة أجهزة طبية، وكانت لي شراكة سابقة مع أشخاص، والآن بيني وبينهم القضاء. حلو. كمل كمل كمل. الآن بيني وبينهم القضاء وتم ابتزازي، أما إعلام نهاجمك بالإعلام، أما تسحب شكوتك من القضاء. طبعا أنا القضاء عادل وأمن بالقضاء العراقي. ما دام على رأس القضاء العراقي السيد فاق زيدان المحترم. الله. القضاء عادل. احنا ننتظر الشعب العراقي كله بأجمعه كله والسيد رئيس الوزراء المحترم اوكي ان يشاهد هذا الفيديو ويستمع الى بصمات عدنان. انا شوفت لهم يا اي كمل. وينظر الى الصوره الفوتوشوب المركبه الي مع حضرته وباقي أسماء الشخصيات اللي ذكرها تحياتي واحترامي لها اللي أنا ما أعرفها. الله. ونشوف الشارع العراقي. حلو. يقيم ويقرر والقضاء أيضا يقرر من الغلطان. صح. إضافة إلى هذا أطلب من الأخ عدنان نروح للقضاء أنا وياك سوا أعطيهم هويتي ويقررون هذا اسمي الحقيقي لو مو اسمي الحقيقي. طبعا إذا تقدر تروح للقضاء. كمل. حلو حلو حلو. ده تستفزني هذا، اذا تقدر تروح للقضاء يعني على اساس انه ده توصل لي مسج انه انا علي دعاوى قضايا. حبيبي انا علي دعاوى قضايا سياسيه وضيم وبلاوي، انا مو نصاب، انا ما بقيت باسم رئيس الوزراء، انا ما بقيت باسم ابو زينب، انا ما بقيت باسم دكتور رزوقي. دصبر راح اجيب لك. انت ليش مستعجل؟ تريد نروح للقضاء؟ ما طلبت الا حقك والله. انطوني الفيديو اللي وراه. ما طلبت الا حقك. اوقف لي هسه. الناس سمعت صوتك بالفيديو وما تقدر تنكر هذا صوتك لانه صوره وصوت. شغل. السلام عليكم شيخ حبيبي، شلونك؟ اسمع والله حقك علي، حقك كلش علي حقك والله، واني اسف واعتذر، بس والله العظيم كلش مشغول بالقران، يعني ما عندي مجال دا احك راسي من ناس الناس الحين ناسك مش من ناس هاي. ان شاء الله ان شاء الله. الثانيه بالنسبة لموضوع الجماعة، يعني الأمر مستمر بي وعدتك، وأعرف أعرف الثقة اللي أنت ما نحنياها، وأعرف الجد الثق بي ثقة عمياء مش لو مجان، وأوعدك هاي الثقة ما راح تنخذل بيوم من الأيام، راح أبيض وجهك قد ما هو أبيض وأرفع راسك قد ما هو مرفوع. اسمع. بس مهني وقت لأنه الأمور هسا حصرت حصرا بيد السيد رئيس الوزراء. أوقف. إش قال؟ حتى لا تقول هذا غباء اصطناعي. ايش قال؟ قال الامور صارت حصرا بيد رئيس الوزراء. ارجع شويه شويه، ارجع حتى لا يقول قصيتوها منتجتوها. ارجع. تمام. شغل. الامور هسه حصرت حصرا بيد السيد رئيس الوزراء، ورتبت الامور ويا رئيس الوزراء، وراح يدخلوا له جماعه باقرب وقت ويجيبون موافقته على حسب بيان الراي، لان ذيك الموافقه لغوها زين بسبب الفضيحة اللي صارت. يعني انت هم لا تلومني، يعني جبت الموافقة وجبت الأمور وصار اللي صار وعفى الله عما سلف، فهذا الموضوع ما نحكي به. بينما هسه أثر أنا رجعت أشتغل من جدة وجديد ودا أضغط بكل جهد وعبالك ناس الموضوع، لا بالله العظيم دا أشتغل ليل مع نهار عليه زين، فقط ننتظر رئيس الوزراء يركض بمكانه قبل اطبل بك الموافقه بيوم اللي اجبك الموافقه وادزلك منها صوره للهامش والتوقيع مع السيد رئيس الوزراء. ما اطلع من الديوان اذا ما صدر لك امر ديواني، وانطيك الامر الديواني
ومع السلامة مع السلامة، خلي راسك يبرد. فقط مهني وقت لأنه رئيس الوزراء ما دا يقعد، ورتبنا الأمور. ويعني ترى هي بالنسبة للفلوس، ترى الفلوس راحت وتوزعت وكل من أخذ حصته. يعني شو أروح أرجع لهم من جدة وجديد، وأنا أرجع وأقول لك مستعد أخسرهم من جيبي، ما أخلي كلمتك تنكسر لو تتكربس في شيء. إحنا أخوة قبل كل شيء، قبل كل شيء أنت أخويا. أنا يعني يكفيني ويشرفني إنه أنت أخويا وصديقي، يعني هذا فخر إلي. إنسان راقي ونزيه ومرتب وخلوق مثلك يكون صديقي وأخويا، فأطمن من هاي الناحية. زين لو أعرف أرض ضعفهم ما أخلي كلمتك أبد تنكسر. ليش الهم؟ بكالوريوسات 2-3 أطلع الأربعين دفتر وأعطيك إياهم وأنا الممنون، وتبقى أخويا وصديقي، هاي أهم شيء. إيش قال؟ إيش قال؟ بكالوريوسات 2-3 أطلعهم وأنا الممنون. ها بصمة كاملة يحكي أطب للديوان، أطلع من الديوان رئيس الوزراء بس يركض بس يسوي. أنا ما أجيب لك شيء، ارجع لي شوية خلي الناس تسمع هاي. ارجع ارجع قبل كل شيء انت اخويا. اسمع انا يكفيني ويشرفني انه انت اخويا وصديقي، يعني هذا فخر الي. انسان راقي ونزيه ومرتب وخلوق مثلك يكون صديقي واخويا، فاطمن من هاي الناحيه. زين لو اعرف ارض ضعفهم ما اخلي كلمتك ابد تنكسر. ليش الهم؟ بكالوريوسات 2-3 اطلع الاربعين دفتر واعطيك اياهم وانا الممنون. بكالوريوسات 2-3 اسمع، بكالوريوسات 2-3 اطلعهم ب40 دفتر وانطيك فلوسك. اسمع يا رئيس الوزراء، يقول له منين اطلع بكالوريوسات 2-3 ب40 دفتر؟ شلون؟ هاي تتذكر من قلت تسوي شهادات مزوره وتجيبها من ايران، بكالوريوس وماجستير ودكتوراه. انا ما اجيب شيء بدون دليل. وقف لي، هذا ما عجبك، هذا غباء اصطناعي، راح اجيب لك الذكاء الاصطناعي. اعبر اللي وراه. انا وعدني الحجي شيخ، وعدني الحجي هذا الاسبوع قال تاخذه. بس انا وعدني الحجي شيخ، وعدني الحجي هذا الاسبوع قال تاخذه. بس ها هذا الحجي شيخ، وعدني الحجي، الحجي من هو؟ ابو زينب. اعبر اللي وراه. هسه تعال يا امي، اجيت بملعبي، هذاك البصمات مو صوتك، هذاك غباء اصطناعي، سبقتني قبل ما اطلع الخميس وافضلك ده تطلع تقول هذا ذكاء اصطناعي، وانت بعدك ما سمعتهن ولا تاكدت من عندهن، وقاعد تسوي لي يلا اذا انت رجال تعال للقضاء. انا راح اجيب لك القضاء لي عندك، اصبر. هذا رقم تليفونك لو مو رقم تليفونك؟ إذا تشوفه ويشوفوه كل الناس، وأنت مو تريد كل العراقيين يشوفوك، بهاي عيني وهاي عيني. اسمع أنت باسم منو تحكي؟ اسمع. كان بالحزب الديمقراطي الكردستاني، فخامي أكبر طلع بالحزب الديمقراطي الكردستاني. وقف، سمعت ايش قال؟ عيد لي البصمة من البداية. خالي أكبر ضلع بالحزب الديمقراطي الكردستاني، يحكي باسم أبو زينب اللامي، ويحكي باسم رئيس الوزراء، ويحكي باسم رزوقي، وهسه هذا الفيديو اتصل علي، هذا رقمه واتصل علي. احكي. بالحزب الديمقراطي الكردستاني، فخامي اكبر طلع بالحزب الديمقراطي الكردستاني، ما تهتز شعره من راسي. خليت حالي اتوسط عليك بخبرك، لا صار الحلقه الثانيه. لا مرك احد لك تحكي على رسول؟ نعم. وهكذا هسه كل شيء ماي كردستان 5 دقائق وصل على الصفر. سمعت؟ يقول لا وقف، يقول ب5 دقائق اقدر اوصل لك. حبيبي انا موجود، انا موجود وقناتي معلومه ومعروفه وين، انا ما تهدد. وهذا اذا تقول تنكر هذا مو صوتك، هذا صوتي اصلا، انا اللي دارد عليك. كمل. اقدر اوصل لك بس انا ما عندي شو يقول. انت شو انت رجال ابو حرب، انت اعلام، والاعلام اليوم هو سلاح. مع احتراماتي لك النصابين كثروا، نعم، والحراميه كثروا، نعم، فشلون والقضاء مشاكله كثرت، صح، فنبرز للاعلام والقضاء هو الفيصل، سوي لهم استخدام ويحقق بين الطرفين. تعرف ايش عندك؟ شنو باسمك؟ شنو اولياتك؟ شنو اثباتاتك؟ اوقف. اذا انت مو نصاب وما تحكي باسم العالم وما تزور بكالوريوسات ب40 دفتر، تمام؟ ليش مخابرني؟ ها؟ ليش تريد تطلع وياي كنت؟ ليش؟
اللي جوا باطه صخر امعمع، اذا كان اسمك غلط انا قايله ومواليدك غلط وصورتك غلط، لعد ليش مخابرني؟ ها كمل. اكل ما عنده شيء فهو طلع بريء، لان طبعاً عادل. طبعاً عادل طبعا. طبعا فهسه انا جايك، انا قلت لك انت على امر الحق الرد مقبول، فانا ارد ردك، ارد ردك بادب واخلاق لان انت اخويا. لا طبعا. وانت اقرب شخص قلت لك اللي هو خالي بالحزب الديمقراطي الكردستاني ما تذكر اسمه. كلش قريب عليك. نعم. قريب يعني اوصل هاي الامور، لان قلت لك انا اقول مشكله راح مشكلتي بنفسي. نعم. زين؟ ابعد عني، هاك هاي الصوره الاصليه. نعم. وهاي هويتي. نعم. وشكلي بالصوره ترى كبير، انا اكبر من الاثنين اللي سكتوها. اي زين. زين. وهذا اللي امولكه. زين؟ هذا اللي عندي وهذا اللي ما عندي، وهذا رقم تليفوني. حلو. ها؟ انت قلت هذا رقم تليفوني. وهذه نيك البصمات، وخلي القضاء يطابق بين البصمات وبين صوتك اللي وياي وبين صوتك اللي بالفيديو. الفيديو هذا مالتك لو مو مالتك تقدر تنكره؟ تقدر تقول لا؟ زين، معناها انت لما هذا الفيديو حقيقي وصحيح، معناها انه انت لما قلت اقدر بكالوريوسات 2-3 اجيب 40 دفتر، منين تجيبهن؟ ها؟ منين تجيبهن؟ خلي اسمع رئيس الوزراء منين تجيبهن؟ لما انت تقول اطب للديوان واطلع من الديوان واجيب وخلي بس رئيس الوزراء يركد، منين تجيبهن؟ وش طببك على رئيس الوزراء؟ انت مو تقول ما اعرفه وما شايفه بالاعلام، لعد شلون بالبصمه تقول اطب واطلع على رئيس الوزراء؟ تعال يا من جاي؟ انت ويا من دقيت؟ انت دقيت ويا واحد ينبش؟ لكان يصيحوا لي النباش بالاعلام. لا النباش، انت ما تعرف شنو النباش والله. لا لا انت المخرج ما تعرف شنو يعني النباش، انت عبالك من اللي ببالك؟ لا غلطان. ها؟ لا لا ما تعرف شنو يعني النباش، روح اسال اللي يعرفون النباش. فحبيبي رسول مو قحطان اللي يندقون بيه، قحطان ما يجيب شيء ببلاش. ولما قلت لك بالبصمه كمل، بس كمل لي اياها حتى يقول هذا، شوف ايش قلت لك انا بالبصمه. ماشي عيني، انا باكر المساء نتخابر ونحدد موعد. اسمع زين اسمه اليوم والله انا والله العظيم شوف اقول لك شغله، والله العظيم لو مو عندي ضيوف مهمين والله لا اعرفهم واجيب. لا تفهمني؟ اسمع بس والله ما عندي ضيوف مهمين ما اقدر اعرفهم. انت اخويا. لا لا بالعكس. بس ها الشاب اذا انا طلعت ابو حار، انا مو قلت لك انا، حتى انت تقول لي انا حق رد مقفول، ايش قلت لك؟ مو قلت لك اوكي باول كلمه. اول كلمه قلت لك ماشي، اذا طلعت انا ابو حار فبيناتنا على الستوج اللي قعدت حكيت فيه ابعد بصفك تقول لهم هذا رسول وهذا حق. حبيبي هسه بعد ما يحتاج تقعد، يعني انت خابرتني قلت لي حق رد مكفول باول كلمه قلت لك تتدلل تفضل. يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني معناها انه اني ما عايل وياك، لا ابتزيتك، لا طلبت منك شيء، قلت لك تفضل حالك حال اي واحد انا فضحه هنا أنا بالبرنامج. وقلت لك ما عندي شيء شخصي لا وياك ولا ويا غيرك، بس مال تحكي باسم رئيس الوزراء وباسم دكتور علي رزوقي وباسم ابو زينب وباسم تقول خالي ضلع كبير وقيادي بالبارتي، لا تعال يمي راح انبش وراك واطلع تاريخك كله. هاي بس بصمتين ثلاثه، تعال للجاي عودين.